احتجاجات جميع القمامة في مصر ارتفعت أصواتهم بشكل كبير. شحات المقدس تحول إلى ظاهرة وكأنه يمسك بمكبرات صوت ويصرخ يعني. تصريحاته أثارت جدلا شديدا. هنلجأ لإسرائيل، بريطانيا عرضت اللجوء السياسي علي، هنلجأ للكنيسة، بالإضافة إلى اتهام نائبة بالرشوة. كمان اليوم تم منعه من دخول مجلس النواب. اقتضى ذلك انه يبقى معانا شحاتة المقدس نقيب الزبالين. وبعض الناس بيقولوا لي ما تخليها جميع القمامة، بس انت بتقول يعني انا بفتخر باللقب. لا لا، مهنة ابويا وجد شرف ليا. طيب عم شحاتة، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك شريف ميخائيل، وهو شريف من جامع القمامة. شريف اهلا بيك. اهلا بيك يا بيه. خليني اسال في البدايه الاستاذ احمد السجيني، عضو مجلس نواب ورئيس لجنه الاداره المحليه. استاذ احمد اهلا بيك. استاذ احمد. ايوه مع سيادتك استاذ وائل. اهلا بحضرتك. ومعايا الدكتوره شيرين فراج، عضو مجلس النواب. يا دكتوره شيرين اهلا بيكي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. خلينا نبدا استاذ احمد. النهارده يعني منعتم عم شحاته المقدس نقيب الزبالين من دخول مجلس النواب وحضور جلسة كانت مخصصة لمناقشة هذه المشكلة، لماذا؟ لا، هي المسألة مش منع أو السماح، لأن هو أساسا ما كانش يعني ده المطروح. احنا سيادتك لجنة الإدارة المحلية التي أشرف برئاستها عقدت 14 اجتماع منذ انعقاد هذا المجلس حتى تاريخه لمناقشة ملف القمامة. ولجنة البيئة أيضا عقدت عدة اجتماعات، وبالتالي ملف القمامة والنظافة الحقيقة على رأس أولوياتنا. الاجتماعات دي أفرزت عن خلل في المنظومة، رصدنا هذا الخلل، شخصناه بشكل في توافق كبير مع الحكومة، وتبقى الحل. الحل لا يجد نفاذه على أرض الواقع، ويمكن يعني بتشوف سيادتك المبادرات اللي بتأتي من هنا أو هناك، ثم أتت المبادرة المحترمة التي تقدمت بها نائبتين في البرلمان، والحقيقة يمكن أخذت اهتمام إعلامي طيب، وكانت على حي. أتفضل أستاذ أحمد. أتفضل. طيب هنكلمه تاني. طيب خلينا هنا قبل بس لغاية الدكتورة شيرين معانا، بس هنسمع هنا اولا عم شحاتة المقدس. بالتاكيد هبدا بالنقطه الاولى اللي اثارت جدلا شديدا، ومن حق النواب انهم يحتجوا ويعترضوا على اتهام زميلتهم بالرشوه. يعني لما تتهم نائبه يعني مشهود لها بالاحترام وهي الاستاذه ناديه قنري على راس يعني بالرشوه، يعني ايه ادلتك على ذلك؟ ادلتي كانت المحترمة الدكتورة نادية والدكتورة شيرين في أحدى القنوات وطلبوني مداخلة تليفونية، عارضين المشروع ده وليه شبه إعلاني جامد. طب يا معلم شحاتة أنت بتهاجمنا ليه؟ قلت لهم عشان تجاهلتوا الزبالين وفين دورنا؟ فهم ستات محترمات يعني النيابات، قالوا طيب يا عم شحاتة هناخد تليفونك من الإعداد ونتواصل معاك ونقعد مع بعض ان شاء الله ننسق للزبالين. وقعدت مع مين؟ قعدت مع الدكتوره المحترمه ناديه هنري، وكان موجود احد الشخصيات تبعها واحد الشخصيات ما علينا في فندق في شارع 90. يا دكتوره قالت لها يا عم مش حتى اتجاهات الدوله والنظافه، ويعني هي بتتكلم. قلت لها طب ماشي، انا مش ضد الدوله ومش ضد ان المواطن يبيع ومش ضد اي حاجه، لكن اضمن حق الراجل الزبال بتاع الغلبان. قالت لي ده من حقك، ومبدئيا في الفترة اللي جاية هيبقى الدور الزبال ليه دور جامد. قلت لها طب ودلوقتي يموت من الجوع، هيستنى لما تنجح التجربة وبعد كده. أنا عايز أسس في الإعلام كله عشان يبقى شاهد وموثق إن الزبال ليه دور معاكم، ما تقطعش عيشه. قالت لي يا عم مش حتى أنت لو عايز المواد دي تعالى خدها واقنع الزبالين إنهم يتقبلوا الموضوع ده. يعني إيه تعالى خدها؟ يعني أنا دلوقتي اروح اخد انا الحاجات اللي لمنها دي من الكشاك ليا انا شخصيا، يعني منفعه شخصيه، في مقابل ان اقنع الزبالين يعني المشروع ده كويس وهيبقى لكم دور في اللي جاي.
دي انا اعتبرتها دي الرشوه اللي انت بتتحدث عنها. ولكن انا لو قلت الست محترمه خلي بالك وخيرها على الزبالين وكانت بتيجي تخدم في جمعيه حمايه البيئه من التلوث وعرفها من سنين وست فاضله وعلى راسي. لا طب ازاي هتعرض عليك مساله مش قانونيه يعني؟ ما دلوقتي دي مش حكومه. الموضوع ده كله بتاع ناس وهدلوقتي هنطلع المستخبي كله. هذه المنظومه تتبع لجمعيه لغايه دلوقتي مجهوله المعالم. يا ترى مين صاحبها؟ ويا ترى الفلوس اللي هيكسبوها داخله جيب مصر في صندوق تحيا مصر ولا داخله جيب مين؟ السؤال ده للمحافظ. يا سياده المحافظ. يعني رجال اعمال؟ ايوه ناس بعينها. طيب لما كسبوا في اول اسبوع سين بياخدوا طن الكنز ب 9000 جنيه بيبيعوه ب 17000 جنيه. لموا كام طن من ساعه ما اشتغلوا؟ ده مش مصر الجديده بس اللي بتديهم وضواحيها ومش السكان المحترم تنزل تبيع، ده البوابين والكناسين والنباشين. تجاره بقى والزبال يموت من الجوع. زبالين عزبه النخل في الخصوص اللي بيعملونا في مناطق شارع القاهره المرج والمطريه وعين شمس ومصر الجديده والنزهه اقسم بالله العظيم بيعيطوا. كنت عندهم في ندوه وبيصرخوا قاعدين بالجوع. طيب سؤال طب لو ده نظام هيخلصنا من مشكله دايما بنعاني منها وهي مشكله القمامه يا عم شهاده؟ انا مع الدوله ومعاهم. يبقى نكون مع النظام ونشوف حل لمشاكل الزبالين. اين الحل؟ انت فتحت ودن المواطن انك طيب. تبيع. خليني بس عشان برضو كلامك هنا يعني برضو في مساس بنائبه، مش هينفع هي تيجي تقول لك تعالى انت استفيد علشان وجع الدماغ اللي انت عامله لنا ونخلص من وجع الدماغ ده. لا قالت لي كده ساعدني في المنظومه واقنع الناس يا عم شحاته وداخل لكم كلكم. انا ما اكدبش وهي ست احسن مني.